النشرة المسائية، أهلا بكم. بضوابط اللجنة الخماسية وبعد طول تحليلات، انطلق جان إيف لودريون المفاد الرئاسي الشخصي الفرنسي في زيارته الثالثة والمقررة حتى الخميس بجولة محادثات ثنائية مع القوى السياسية اللبنانية قبل أن يتسلم مهامه الجديدة في السعودية أوائل تشرين المقبل، تزامنا مع تحرك قطري بارز بدءا من الأسبوع المقبل، وسط معلومات تفيد أن قطر قد تدعو إلى لقاءات ثنائية في الدوحة لإخراج الرئاسة الأولى من عنق الزجاجة. وقد أعلن لودريون مستهلا زيارته من السراي الحكومي أنه آت إلى لبنان لإكمال مهمته، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها، داعما مبادرة الرئيس بري الذي جدد التأكيد أن لا سبيل إلا الحوار ثم الحوار ثم الحوار. وفي الشأن الرئاسي أيضا، علم أن السفير السعودي وليد البخاري أجرى اتصالات بعدد من النواب ودعاهم إلى لقاء عند الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل يحضره المفاد الفرنسي جان إيف لودريون. ماليا، مجلس الوزراء أقر موازنة العام 2024 بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها على أن يحيلها إلى مجلس النواب، ورئيس الحكومة اعتبر أن إقرارها إنجاز بطولي، مشددا على أننا نمر في مرحلة يجب على الجميع التعاون فيها، والموضوع الاقتصادي مهم وموضوع النزوح أهم. وفي هذا الإطار، كشفت قيادة الجيش أن وحداتها أحبطت بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1250 سوري عند الحدود اللبنانية السورية. أما في مخيم عين الحلوة، فقد شهد سقوط وقف إطلاق النار، وتجددت الاشتباكات بشكل عنيف على الرغم من المساعي والاتصالات لكبح جماح التصعيد المشبوع، مع وصول المفاد الرئاسي عزام الأحمد ونائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق إلى لبنان. إذن لودريون يستكمل مهامه في بيروت معربا عن أمله في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية المسار. استهل مفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريون زيارته الثالثة لبيروت بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي جدد تأكيده أن بداية الحل الأزمة الراهنة في لبنان تقضي بانتخاب رئيس جديد للبلاد وإتمام الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما المشاريع الموجودة في مجلس النواب لوضع البلد على سكة التعافي. بدوره، أكد لودريون أنه آتني إلى لبنان لإكمال مهمته، ولا يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها، وأعرب عن أمله في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل. شارك في الاجتماع سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو ومستشار ميقاتي الوزير السابق والسفير بطرس عساكر. المفاد الفرنسي والوفد المرافق انتقل إلى مقر رئاسة الثانية في عين التيني للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تم عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الاستحقاق الرئاسي. بعد اللقاء، أكد الرئيس نبيه بري أن وجهات النظر متطابقة مع المفاد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريون بأن لا سبيل إلا الحوار ثم الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما هو متاح حاليا لمن يريد مصلحة لبنان. لودريون زار قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزي، واطلع على الوضع الأمني وما يواجهه الجيش اللبناني من تحديات، بخاصة النزوح السوري والوضع الفلسطيني. لودريون أكد استمرار بلاده في دعم الجيش لتعزيز قدراته على تنفيذ مختلف المهمات. زيارة لودريون وفق بيان السفارة الفرنسية وضعت في إطار مهمته المتمثلة في المساعي الحميدة التي استهلت في شهر تموز الماضي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر للحوار مع جميع الجهات الفاعلة السياسية المتمثلة في البرلمان اللبناني، وذلك في محاولة لإيجاد مسعى للخروج من الأفق السياسي المسدود إلى المشاريع ذات الأولوية التي ينبغي لرئيس الجمهورية الجديد أن يعالجها بغية تيسير بلورة حل توافقي في البرلمان وسد الفراغ المؤسساتي.
جدد تكتل لبنان القوي ترحيبه بكل حوار حقيقي مرتبط حصرا بالاستحقاق الرئاسي على أن يتم الاتفاق بوضوح على مدته ومكانه وموضوعه وشكله، وبشرط أن ينتهي بانتخاب رئيس للجمهورية سواء عبر الاتفاق المسبق على الاسم والرؤية أو عبر جلسات مفتوحة بمحضر واحد إلى أن يتم الانتخاب. التكتل أكد بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أهمية مشروعي المركزية الإدارية والصندوق الانتمائي، لأن إنجازهما يشكل قفزة إصلاحية نوعية في النظام اللبناني وفي المعالجات الاقتصادية والمالية، ويدعم أي حوار يساهم بإنجازهما. عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، مطالبا بقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي. إن الانتخابات الرئاسية في لبنان بمفهومها الديمقراطي سقطت، لا سيما بعد جلسة 14 حزيران التي كرست معادلة إما أن ينتخب رئيس تابع لحزب الله وفريقه أو لا رئيس، وإما الخضوع لإرادتهم أو الفراغ تحت وطأة التهديد والوعيد والتخوين. ويؤكد المكتب السياسي على مقاربة رئيس الحزب للواقع الانقلابي الذي يشهده لبنان منذ العام 2005، وعنوانه الاغتيال والاستقواء بالسلاح وتدمير المؤسسات والاستيلاء على الدولة، وتقوده ميليشيا تأتمر بإيران وتنفذ مصالحها، وهو واقع يجب مواجهته بكل الطرق السلمية غير التقليدية. مجلس الوزراء يقر الموازنة العامة لعام 2024 بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها على أن يحيلها إلى مجلس النواب، والرئيس ميقات يؤكد أنها أول موازنة تقرها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ العام 2002، واعدا أنه في كل جلسة لمجلس الوزراء سيكون هناك تقرير يتناول موضوع النزوح السوري. نوال أشعر. للمرة الأولى منذ 21 عاما يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة في موعدها الدستوري، بعدما كانت الموازنات تقر عند انقضاء السنة المالية، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمثابة إنجاز في ختام جلسة مجلس الوزراء. وفي التعديلات على المشروع الذي قدمته وزارة المال، سحبت البنود الخاصة باستيفاء الجباية بالدولار والإبقاء على الجباية بالليرة، وذلك بناء على نصيحة من صندوق النقد الدولي، كما تم الإبقاء على TVA بنسبة 11% بدلا من 12%. نحن اليوم خرينا موازنة 2024، حبيت طل وقول انه هي اول موازنة من سنة 2002 تقر بموعدة دستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب. وهذا بعتبر أنا إنجاز كتير كبير، إنجاز لولا الجهد اللي قاموا فيه الموظفين بوزارة المالية والفريق العمل بوزارة المالية ما كان هالشيء بصير. بعتبره إنجاز وبطولة لأنه بنعرف المقدرات والموارد الموجودة اليوم بالإدارة العامة، وهي كانت من الصعوبة جدا إنجاز هذه الموازنة بهذا الوقت بالذات. الرئيس ميقاتي تحدث عن اتجاه مجلس الوزراء لإقرار سلة من القوانين من خلال إصدار مراسيم، فضلا عن مشاريع أخرى سترسل إلى مجلس النواب، الذي دعاه الرئيس ميقاتي إلى وجوب إقرار القوانين الإصلاحية الموجودة في أدراجه وأهمها هيكلة المصارف، ليبقى الموضوع الأساس انتخاب رئيس للجمهورية. وبشأن النزوح السوري، لفت الرئيس ميقاتي إلى الخطر الوجودي الذي يشكله النزوح، داعيا إلى العمل يدا واحدا لمواجهته، لأنه لا يمكن إنقاذ لبنان إلا بتشابك الأيدي. تشكيل وفد برئاسة وزير خارجية، وأبلغ الوزير خارجية هالصباح أنه طلب من السلطات السورية تعيين له موعد لزيارة دمشق برفقة لواء بيسري مدير الأمن العام وأمين عام المجلس العسكري لحتى يبحثوا هذا الموضوع. وعلى كل أحال هو الأسبوع القادم، هو مغادر نهاية هالأسبوع على نيويورك، حيصير في لقاء بينه وبين معالي وزير الخارجية في نيويورك ونتفق على الخطوات التالية اللي لازم تتاخذ. أهم أنه طلبنا أنه يكون في تقارير دورية ترفع، ونحن في عندنا لجنة للنازحين، إلا ما بقى في لجنة، نحن كلنا مجلس وزراء ما في عندنا شيء أهم من موضوع النازحين وموضوع الخطر اللي عم بيهدد لبنان بهالظرف بالذات. فحيكون المجلس وزراء بعدكم بكل جلسة مجلس وزراء في مطلع الجلسة حيكون في عندنا تقرير يرفع للوزراء لمتابعة هذا الموضوع لحتى نشوف الجدية. إضافة كمان في لجنة عملت فريق عمل كامل بالسرايا الحكومي لحتى يتابع هالمقررات
بند بند لما هو يشكل أهمية كبرى على الساحة اللبنانية. الرئيس ميقاتي ذكر بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب والعمل المطلوب من البلديات لجهة الإبلاغ عن تجمعات مشبوهة. استقبل رئيس تيار الملدى سليمان فرنجي لودريون وتأكيد على أهمية الحوار كمدخل أساسي وضروري لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان التالي أنه في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش اللبناني بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1250 سوري عند الحدود اللبنانية السورية. مقتل نجل المسؤول في الأمن الوطني خلال تجدد اشتباكات مخيم عين الحلوة وإجلاء 300 لاجئ من مخيم عين الحلوة إلى الشوف. تجددت الاشتباكات بعد ظهر اليوم عند محور حطين داخل مخيم عين الحلوة، حيث سمع دهوي القذائف والرصاص في أرجاء مدينة صيدا. رقعة الاشتباكات اتسعت من حي الطير الرأس الأحمر البستان إلى البركسات الطوارئ والصفصاف، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى في وقت وصل فيه الرصاص الطائش إلى قرب المصرف المركزي في المدينة، وأصيبت شقق سكنية وتحطم زجاج إحداها، مما استدعى طلب القوى الأمنية من المواطنين عدم سلوك أوتوستراد صيدا الجنوب بسبب القذائف والرصاص الطائش وتحويل السير في صيدا إلى الطريق البحرية. هذا وأعلن رئيس بلدية صيدا حازم بديع أنه بالتعاون والتنسيق مع وكالة أونروا تم إجلاء عائلات فلسطينية لبنانية وسورية ومكتومي القيد بواسطة باصات تابعة للوكالة إلى مدرسة بيت جالة في سبلين. ومتابعة للأحداث وتطورات داخل المخيم، التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد النائب عبد الرحمن البزري، وجرى خلال اللقاء وفق بيان المكتب الإعلامي في السفارة الفلسطينية بحث في آخر التطورات في مخيم عين الحلوة وضرورة تسليم المتهمين باغتيال اللواء الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه إلى القضاء اللبناني. وإلى بيروت وصل نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق إلى لبنان في زيارة تستغرق أيام عدة لبحث تطور الأوضاع في المخيمات الفلسطينية وخصوصا ما يجري في مخيم عين الحلوة. استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري في مكتبه النائب أسامة سعد، وعرض معه آخر التطورات على الساحة الداخلية لا سيما موضوع مخيم عين الحلوة. أدرج اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات على لائحة العقوبات عناصر رئيسية في حزب الله ومساعدين ماليين في أمريكا الجنوبية ولبنان. وتشمل هذه الإجراءات عامر محمد عقيل رضا الذي بالإضافة إلى دوره كعضو بارز في حزب الله كان أحد الأفراد في حزب الله الذي نفذ الهجوم الإرهابي ضد الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية في الأرجنتين في العام 1994 والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا. وزعم المكتب بأن عامر وزملائه يديرون مشروعا تجاريا لصالح حزب الله بما في ذلك صادرات الفحم إلى لبنان، وتستهدف هذه الإجراءات 7 أفراد وكيانات رئيسية في هذه الشبكة التي تولد إيرادات لأنشطة حزب الله، وتمكن وجود هذه المجموعة وأنشطتها في أمريكا اللاتينية. نتابع النشرة بعد الفاصل. عودة لمتابعة النشرة. في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري كل من رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، ورئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، ورئيس بلدية حارة حريك زياد واكد، في حضور مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليص، ومسؤول الشؤون البلدية في إقليم بيروت في الحركة محمد جابر، وعرض معهم شؤونا إنمائية ومطلبية.
اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور الاقتصاد والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا، وقد جرى البحث في مشاريع التعاون المشترك التي تقوم بها الأمم المتحدة مع وزارة الاقتصاد، ومن ضمنها إنشاء فرص عمل تنموية لدعم الأسر الأكثر فقرا. الرئيس ميقاتي التقى النائب محمد يحيى ثم النائب إيهاب مطر. في دار الفتوى اللواء البيسري أطلع المفتي على جهود وقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الذي أطلعه على المساعي والجهود التي قام بها لوقف الاقتتال في مخيم عين الحلوي، مؤكدا أن الاتصالات والمشاورات مستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار مهما كانت الأسباب، رأفة بالمواطنين وحفاظا على أرواحهم. بدورها أكد المفتي دريان أن أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان هو من أمن لبنان، ولا ينبغي التقاتل بين الإخوة الفلسطينيين، ودار الفتوى يؤلمها ما يحدث من اشتباكات، داعيا إلى وحدة الصف وتوجيه البندقية إلى المحتل لأرض فلسطين وعلى أرضها، ومن أجل تحريرها تكون المقاومة، مناشدا الفصائل الفلسطينية التنسيق مع الأجهزة اللبنانية المعنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار على الساحة اللبنانية خصوصا في المخيمات. وشدد المفتي داريان على دور الدولة اللبنانية في بسط السيادة والأمن والاستقرار على المناطق اللبنانية كافة، مشيدا بجهود اللواء البيسري. مفتي الجمهورية التقى وفدا من تكتل الاعتدال الوطني، تحدث باسم الوفد النائب أحمد الخير الذي هنأ سماحته على تجديد الثقة التي أولها إياها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وأكدنا على أن هذه الدار هي في مقدمة المتمسكين والمدافعين عن دستور الطائف الذي يدعو إلى المناصفة بين اللبنانيين ويدعو إلى أعلاء الشأن اللبناني على كل الشؤون الخاصة والشخصية. وفي دار الفتوى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي. الموضوع الأساسي موضوع الرئاسي وانتخاب الرئاسي، ونتمنى على الكل يفهموا أنه نحن اليوم بمرحلة بدنا رئيس جمهورية، ونطلب من دولة الرئيس نبيه بري يلي طول عمره عنده حنكي أنه يدعي لدورات متتالية تضل مفتوحة لانتخاب رئيس، لأنه بعتقد كلياتنا صفينا وصلنا لهالمرحلة الصعبة اللي مارين فيها. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس سفير دولة قطر الجديد في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني الثاني. والشيخ الخطيب نوه بالدور الكبير الذي لعبته وما تزال دولة قطر على المستوى العربي والإسلامي في تقريب وجهات النظر وحل المشكلات بالحوار والتشاور وتوثيق عرى التعاون بين الدول الإسلامية والعربية وتعزيز التضامن العربي والإسلامي. في مجلس النواب جلسات للجنة الإدارة والعدل واللجنة البيئية، والنائب جورج عدوان يؤكد أن موضوع النزوح السوري سيكون على جدول أعمال جلسات اللجان. جلسة للجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12/12/2002 لإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد، واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان. وأكد النائب جورج عدوان أن مسألة النزوح السوري ستكون على جدول أعمال كل جلسة. إذا نزلنا على الشارع واستفتينا كل اللبنانيين رح تلاقوا كل اللبنانيين عم بيقولوا كفى. هيدا موضوع مش بس ما نخلي بقى يصير فيه لجوء، مش لجوء، مجيء سوريين، لأنه لبنان منه بلد لجوء وفقا للقانون. بدنا الموجودين هون بالمناطق يلي يرجعوا على بلدهم سوريا، الموجودين بكل المناطق اللبنانية يرجعوا على، يعني السوريين الموجودين هون يرجعوا على سوريا. بالتالي هيدا موضوع من المعيب يلي صار ما بينسكت عنه. نحن رح نحط جدول دائم على لجنة الإدارة والعدل، يعني كل جلسة رح نبلش فيه. وهلأ نحن رح نطلب من الوزراء المعنيين نعرف شو ناويين يعملوا، شو بدهم يعملوا بأسرع وقت،
جلسة للجنة البيئة برئاسة النائب غياس يزبك للبحث والتداول مع الوزارات المختصة حول عملية القطع الجائر للغابات والأشجار المعمرة قبيل حلول فصل الشتاء ووضع ضوابط للصيد البري. كان القرار اليوم أنه نحن مش ناقصنا قوانين، ناقصنا بعض التعديلات في القوانين، ولكن الذي ينقص اليوم يا أخوان هو الإرادة السياسية الشاملة بعيدا من الشعبوية وبعيدا من الطائفية والمذهبية، دعوني أقول اللي منعت لحدت هلأ من عشرات السنوات أن يكون عندنا خطة شاملة وعلمية وعملية لمعالجة النفايات على صعيد لبنان كله بشكل شامل. النائب فريد البستيني أكد أن القطاع السياحي هو الذي يؤمن الفريش في لبنان اليوم. موضوع لا مركزية الكهرباء كتير مهم، ونحن منعرف أنه يمكن بعدة قطاعات متعسرة اليوم لا مركزية هي رح تكون حل. زميل من زملاء حكي بهالموضوع أنه منفضل أنه نحن ننظم هالقطاع وناخد منه ضرائب شرعية عن ما يكون قطاع غير شرعي مثل المولدات الكهرباء، غير شرعيين وما بيدفعوا ضرائب بس مستمرين بالعمل بينما شركة الكهرباء متعسرة. ومن مجلس النواب النائبة غادة أيوب أشارت إلى أن الحكومة لم تقدم أي قطع حساب حتى اليوم. وبما أن الموازنة مثل ما بنص عليها قانون المحاسبة العمومية هي سق تشريعي تتقدر فيه النفقات والواردات لسنة مقبلة وبموجبه بينعطى الإجازة بالإنفاق وبالجباية، وبما أن المادة 86 ونظرا لتأخر إرسال وإعداد هذه الموازنة وإقرارها تم الصرف على القاعدة الاثني عشرية لمدة 9 أشهر، وأكيد بهالفترة اللي بدها تكمل لحين الإقرار رح نكمل، يعني كأنه صرفنا موازنة 2023 كلها على أساس القاعدة الاثني عشرية. النائب إيهاب مطر تحدث عن مشاكل القطاع التربوي قبيل بدء السنة الدراسية وخاصة منطقة الشمال وطرابلس. رسوم التسجيل ورسوم مساهمات الطلاب بصناديق المدارس ارتفعت بالقطاع الرسمي 22 ضعف، ولكن نعرف كمان انه الاجور زادت بس 10 اضعاف. طيب هالناس اللي هي بالاساس عم تلجأ للمدرسة الرسمية، هدول الناس اللي ما عندهم مدخول وما عندهم خيار اخر، كيف قادرين هن يدفعوا 22 ضعف رسم التسجيل اليوم بالوقت اللي معاشهم اذا زاد بالحد الاقصى 10 اضعاف؟ توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة العمل وجمعية البركة ممثلة برئيس الجمعية الدكتور علي زعيت تتعلق بالتدريب وفرص العمل. ووزير العمل مصطفى بيرم يشير إلى أن الاتفاقية فيها من الصدقية لتكون الأساس في صنع مهارة للشباب ليجدوا عملا، فيما اعتبر زعيت أن الرسالة المباشرة للجمعية هي مكافحة الفقر وخلق فرص عمل لتنمية الأوضاع الاقتصادية بشكل متكامل ومستدام. من أهم الجمعيات الناشطة في هذا المجال حقيقة، اشتغلوا معنا بطريقة حرفية مهمة وقدموا دراسات أثبتت الوقائع أنها مطابقة للوقائع عبر تحليل الاحتياجات، بدليل أنه نحن وكنا عم نعمل الدورات التدريبية كان عم بتم التوظيف أثناء الدورات، وهذا أمر مهم جدا، عزز المهارة عند الشباب اللبناني، عمل مهارة مستجدة ببعض الأماكن أو مع بعض الشباب، عمل محو أمية في بعض المهارات وبراكم المهارة، وهذا الأمر كان مهم جدا وخلينا أن نكون أمام عمل فيه من المصداقية وفيه من الاستمرارية وفيه أيضا من الناتج المتوخى اللي هو الأساس أنه نحن نعمل مهارة للشباب اللبناني ليلاقوا عمل لهم. نحن من فترة كنا عم نرعى إطلاق المنصة الرقمية لموقع الإلكتروني لجمعية البركة، وبالتالي تم الاتفاق نحن وياهم أنه نعمل لينك للوظائف مع وزارة العمل، مما يساهم في توسيع إطار نشر العمالة ونشر الأخبار المتعلقة فيها والعروض والطلبات في هذا المجال، لنوسع إطار إمكانية تأمين الوظائف للبنانيين.
نظمت جمعية رجال الأعمال اللبنانية الهولندية برئاسة محمد شقير حوارا شاملا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث حدد شقير ثوابت الهيئات الاقتصادية من الحلول المطلوبة معولا على الاكتشافات في البلوك رقم 9. لدينا فسحة أمل حقيقية تتمثل بالتنقيب عن النفط والغاز الذي يحصل حاليا في حقل قانا في البلوك رقم 9، حيث الآمال معقودة على أن تكون الاكتشافات تجارية إن شاء الله تماشيا مع الحقول المجاورة، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للبنان. إلى الأخبار الإقليمية، حيث ضحايا زلزال المخرب تخطى 2862، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 2562. ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى أكثر من 2862 ضحية وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المغربية مساء أمس، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 2562، في وقت تواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة. وكشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن 3 مراحل سيجري تنفيذها لمواجهة تداعيات أزمة الزلزال المدمر الذي هز البلاد مساء الجمعة. المرحلة الأولى تخص تدبير الأزمة والتي تقوم بها بكفاءة كبيرة، إضافة إلى إنقاذ الأرواح وإسعاف الجرحى وتبسيط إجراءات الدفن وإيصال الإعانات الغذائية والصحية. المرحلة الثانية تهم إعادة إعمار منازل المواطنين المتضررين، كما ستقوم بصرف تعويضات. المرحلة الثالثة هي الاهتمام بالخدمات العمومية في المناطق التي شهدت الزلزال مثل الصحة، التعليم والطرق والماء والكهرباء، بهدف مواكبة مرحلة إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها. في ليبيا، ارتفاع عدد الوفيات من جراء العواصف والسيول إلى 5200، وعدد المفقودين أيضا إلى ارتفاع. ليبيا في حداد وطني ويلفها لون الموت الأسود، وهي تودع آلاف الضحايا الذين حصدتهم قوة العاصفة دانيال المدمرة التي هبت على مناطق الشرق الليبي برياح عاصفة وأمطار أدت إلى سيول وفيضانات في مدينة درنا أغرقت أحياء بكاملها. وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل أفاد بمقتل 3000 شخص بسبب الأعصار، متوقعا ارتفاع العدد إلى 10000. عبد الجليل لفت إلى أن عدد المفقودين بالآلاف وتوقع أن يصل إلى نحو 100000 شخص، مناشدا الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى من درنا في مناطق الجبل. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حذر على لسان المسؤول في المنظمة طارق رمضان أن حصيلة القتلى ضخمة، في حين أفادت معلومات أنه تم دفن ما يقارب 4000 جثة من ضحايا السيول في مدينة درنا المنكوبة، منها 3650 في مقابر جماعية. المتحدث باسم حكومة الشرق أحمد المسماري كشف بأن انهيار سدين في جنوب درنا أدى إلى انتشار كميات كبيرة من مياه الفيضانات أدت إلى جرف أحياء كاملة إلى البحر. العاصفة دانيال ضربت مناطق أخرى شرقي ليبيا ومن بينها مدينة البيضاء، وقالت الحكومة أن مدن سوسة والمرج وشحات كانت ضمن المناطق المتضررة، ونزحت مئات العائلات ولجأت إلى مدارس ومباني حكومية أخرى في بنغازي ومدن أخرى شرقي ليبيا. وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان درنا وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة بسبب السيول التي اجتاحتها.
الخبير البيئي دومت كامل قال إن سبب القوة التدميرية للأعصار دانيال يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها التطرف المناخي الذي يضرب العالم، الذي يقف وراء توحش الظواهر المناخية سواء الأعاصير أو السيول أو الارتفاع غير المسبوق لدرجة الحرارة لنصل إلى ما يعرف بعصر الغليان، إضافة إلى وجود كتل هوائية تتميز بالاختلاف الشديد بين كتلة وأخرى، ما أدى إلى تشكل هذا الأعصار غير العادي. أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانية أن زلزالا بقوة 6.2 هز منطقة جزر الفلبين اليوم، وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 31 كيلومتر. كيم جونغ أون في روسيا برفقة كبار المسؤولين العسكريين ومحادثات مرتقبة مع بوتين هذا الأسبوع. وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون روسيا الثلاثاء في زيارة نادرة إلى الخارج، حيث يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين وسط تحذيرات من واشنطن بشأن صفقة أسلحة محتملة لحرب موسكو في أوكرانيا. وأكدت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي عبور قطار كيم الحدود ووصوله منطقة بريمورسكي مع صور تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية. وذكر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن كيم سيلتقي بوتين في أقصى الشرق الروسي هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يلتقي الزعيمان على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي. وقد أظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام كورية شمالية كيم مرتديا بزة سوداء يحيط به مسؤولون عسكريون وهو يلقي التحية من باب قطاره الخاص المصفح لدى مغادرته محطة بيونغ يانغ مساء الأحد. ويعتقد مراقبون أن موسكو تسعى للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية التي بدورها تبحث عن تكنولوجيا متطورة للأقمار الاصطناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية. ولم يغادر كيم كوريا الشمالية منذ تفشي فيروس كورونا، وكانت آخر زيارة له إلى الخارج في 2019 إلى روسيا أيضا للقاء بوتين. وكان البيت الأبيض قد حذر كوريا الشمالية هذا الشهر من أنها ستدفع الثمن في حال زودت موسكو بأسلحة لحربها في أوكرانيا. قبل نهاية النشرة، ورد منذ قليل أن الوفد الإسرائيلي قد قال خلال اجتماع ثلاثي في الناقورة اليوم أن إسرائيل قد تقبل بالانسحاب من شمال بلدة الغجر في حال وافق حزب الله على إزالة خيمته في مزارع شبعة المحتلة. مع هذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة المسائية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.